منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو. الجزيرة، العين، الوحدة في الصدارة. قبول واسع بين الأندية للنظام الجديد في بطولة كأس رئيس الدولة، والذي أعطى فرصة للمنافسة بشكل أقوى على اللقب. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إقامة أولى جولات أم الإمارات لجوجيتسو السيدات وسط حضور جماهيري واسع. المنتخب الإماراتي يواصل الاستعداد لتحدي بطولة العالم للكبار بالسويد. استعدادات على قدم وساق لانطلاق بطولة العين تحت 18 عاما للجوجيتسو منتصف هذا الشهر. أقيمت منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو المخصصة للأندية في نادي الجزيرة في أبو ظبي، بمشاركة 100 لاعب يمثلون 16 ناديا من مختلف إمارات الدولة، ضمن ثلاث فئات عمرية: فئة الناشئين، فئة الشباب والرجال، والتي ضمن مشاركة واسعة ومتنوعة. اليوم بدينا في أول موسمنا، البارحة فعلا بدينا لأنها كانت بطولة أم الإمارات الله يطول عمرها. اليوم بدينا في الموسم في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، وهي بتكون إن شاء الله في ثلاث جولات. ما شاء الله موسمنا بدأ مبكر، إن شاء الله كل هذا الإعداد إلى بطولة أبوظبي إن شاء الله اللي بتكون في إبريل. اليوم 16 إن شاء الله نادي عندنا من الأندية، وما شاء الله يعني الأندية كيف كانت أول ما بدينا كم نادي، واليوم وصلنا إلى 16، فهذا اعتبر هذا يعني عطينا مؤشر كيف انتشار اللعبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة اليوم حتى الأندية كانوا يهتمون أيضا برياضة الجوجيتسو اللي هي فعلا يعني هذه الرياضة اللي دخلت في كل بيت وكل نادي بعد، فهذا يعطينا يعني اليوم مؤشر أن العدد. لا شك طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الراعي والداعم لرياضة رياضة دولة الإمارات العربية المتحدة، كل رياضة وخاصة رياضة الجوجيتسو اللي هو دائما يشجع يستقبل، أن الشرف أن يسيرون يسلمون عليه كل اللاعبين ويستقبلهم، وهذا دعم منه. طبعا الفوز الأخير اللي كان في أسياد اللي هو 9 ميداليات، هذا مش شغل يوم ويوم وليلة، لا هذا شغل سنوات طال عمرك عدوا، وهذه البطولات اللي تعطينا نحن المحلية أن نحن نشوف اللاعبين ونوع من أيضا من التدريب لهم. بس نحن يوم نبي نقيس لاعبينا نقيسهم مع اللاعبين الدوليين وكيف حصولهم على الميداليات، وخاصة الأخيرة اللي حصلوها مشاركاتهم هذا اليوم أيضا تعطيهم نوع من التدريب، المعسكرات اللي تستوي هنا، المعسكرات الخارجية، هذه دائما تشرفنا وما شاء الله نحصل على ميداليات، وخاصة يعني نجهز نحن حق 2022. طبعا راح تكون مشاركة 16 نادي، أول جولة راح تكون فيها نظام المجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق مقسمة إلى 8 مجموعات، المجموعات هاي ينتقل منها أو يتأهل منها
ناديين للمرحلة الثانية اللي هي نظام الثمان أندية أو ثمان منافسات راح تكون. طبعا الجولة الأولى راح تكون يسمونها القرعة، بعد المرحلة الأولى راح ننتقل لخروج المغلوب، فيها نظام نقاط، تجميع النقاط، السبمشن أو الاستسلام 4 نقاط، الفوز العادي يكون 3 نقاط، والتعادل نقطة، وفيها نظام اللي هي الجولدن بويت يسمونها، النقطة الذهبية، هاي ابتكرناها جديدة موجودة عالميا لكن راح نطبقها في هذه البطولة. نعم، الأنظمة الجديدة هاي بعد اجتماع اللي دار بينه وبين الأندية السابق، واليوم كان في اجتماع أيضا، راح تساهم في زيادة المنافسة، في طبعا إقبال أو نفس ما نقول الأندية وايد متشجعة للنظام الجديد، حاسة أن فعلا في نعم حاسة أن في فعلا تقبل كبير، حاسة أن في راح تكون في منافسة، في إنتاجية للاعبين أقوياء، تجميع النقاط هذا مش سهل في فترة 3 جولات، صعب جدا للأندية، راح نواجه في أتوقع في الجولة الأولى بعض التحديات، بعض الصعاب، نظام التحكيم جلسنا معهم أيضا، هم جلسوا مع الأندية، استفسارات كثيرة لكن راح توضح الصورة اليوم. هاي هي نظرة الاتحاد، كان اللي هو التركيز على المدرب واللاعب أكثر عن التركيز لأنك بس مجرد أنك تسوي بطولة، فالنظام الجديد راح يخدم المدرب أكثر، يختار اللاعب المناسب اللي يكمل معاه الموسم الرياضي لرياضة الجيوتسو. حضر افتتاح الجولة الأولى من البطولة سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجيوتسو، السيد عادل المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب، المهندس سليمان عبد الرحمن الهجري عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، محمد سالم الزعابي مشرف الألعاب القتالية في نادي الوحدة، والسيد خويتر سيد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب. وطبعا نادي الجزيرة الحمد لله من النوادي اللي هو دائما على علاقة طيبة مع اتحاد الإمارات الجيزيستو، ودائما الحمد لله العلاقة هذه تعتبر احنا اتحاد الإمارات الجيزيستو كشريك استراتيجي لنا، ونقوم كذلك باستضافة عدة بطولات خلال الفترات الماضية، ومن ضمنها بطولة كأس صاحب سمو رئيس الدولة اللي بطولة غالية على قلوبنا واللي تحمل اسم كبير نفتخر فيه في نادي الجزيرة. نادي الجزيرة يستضيف البطولة هذه تقريبا للمرة السادسة في على مستوى كافة البطولات اللي صارت في اتحاد مارس جيسو، ونفتخر احنا نستضيف الجولة الأولى من بطولة كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة. طبعا تم عقد بعض الاجتماعات واللقاءات التحضيرية قبل انعقاد هذه البطولة في النادي، واتفقت كافة اللجان اللي هي عاملة والمشتركة بين الاتحاد وبين النادي، والنادي قدم كافة إمكانياته وقدم كافة الدعم اللوجستي للاتحاد لإنجاح هذه البطولة والوصول إن شاء الله في أحلى بهار ممكن أنها توصل إليها بنتائج طيبة. طبعا النظام البطولة أنا أشوفها أفضل، إحنا دائما نتعلم من الدروس كدروس مستفادة من البطولات السابقة، ونشوف التحديات اللي كنا نواجهها ونتغلب عليها. طبعا رزنامة للموسم هذا ما شاء الله موسم رزنامة وايد دسمة نقدر نقول. فريق الجزيرة جاي حاليا من بطولة جراند سلام في لوس أنجلوس من تقريبا 4 أيام، ومصرين احنا على المشاركة وتقديم أفضل نخبة اللاعبين عندنا لإن شاء الله نوصل للفوز بهذه البطولة. كافة الفرق في الجزيرة من المراحل السنية وفريق الرجال استعداد طيب، وكذلك مثل ما تعرف فريق الجزيرة هو رافد أساسي منتخب إمارات الجيزيستو، وكذلك نادي الجزيرة متعرف أنه هو من أوائل الفرق اللي أسس فرق الجيزيستو على مستوى الأندية، وله خبرة كبيرة في هذا المجال ومنافس قوي جدا، وإحنا نراهن دائما على لعيبتنا أنهم يحققون المكتسبات والبطولات اللي هي ترفع اسم نادي الجزيرة على كافة المستويات.
أظهرت الجولة الأولى من البطولة الاستعداد المكثف التي اتخذتها مختلف أندية الدولة لتحضير لاعبيها لخوض هذه المنافسات، ذلك لجمع رصيدها من النقاط سعياً للفوز بلقب البطولة مع حلول الجولة الثالثة. تخضع البطولة هذا العام كما السابق لنظام الحزام المفتوح، وهو نظام دوري مكون من 16 فريقاً موزعين على 4 مجموعات، حيث يتأهل إلى دور الثمانية فريقين من كل مجموعة. ووزعت منافسات البطولة في جولتها الثلاثة على 3 فئات عمرية، فوق 21 عاماً، تحت 20 عاماً، تحت 17 عاماً، وضمن مجموعة من الأوزان المختلفة. طبعا اسم البطولة هذه عزيز علينا، اسم صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه رئيس الدولة، أكيد لها معنى خاص، أكيد للبطولة طعم خاص، أكيد لها حساباتها الخاصة. البطولة هذه للمرة الأولى تقام على شكل فرق، على شكل مجموعات. اللعيبة الحين بيمارسون بيمثلون فرقهم بشكل أكثر جماعي، ما بتكون اللعبة فردية فقط بنتيجة فردية، لا بالعكس، كل لاعب محسوب نتيجته في الفريق، فكل لاعب لازم يعرف كيف يفوز، لازم يعرف كيف ياخذ النقاط. في نفس الوقت اللعيبة اللي بيون من عقبها يعرفون كيف فاز لاعبهم اللي في الفريق، وكيف يحسبون كيف كل مباراة. طبعا النوع هذا من البطولات يعلم اللاعب كيف يكون يفكر بطريقة جماعية، يفكر كيف أن مصلحة الفريق فوق كل شيء. طبعا البطولة هذه سلسلة بطولات كأس رئيس الدولة اللي بتكون خلال الموسم هذا، وأكيد وقفات مهمة جدا للاعبين بحيث أنهم يحافظون على لياقتهم، يحافظون على تنمية مستواهم، قدراتهم في الممارسة، طبعا يخليهم على مستوى عالي من الحس اللعبي يعني في المباريات. طبعا الاستثمار الحين صار استثمار في الأندية، الحين الأندية صارت تستثمر في اللعيبة وتهيئهم أنهم يكونون لعيبة محترفين. طبعا الأندية تبت تنافس على الدوري، والدوري يحمل كأس رئيس اسم صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد، فالاسم هذا أكيد غالي علينا وعلى كل نادي مثل يشارك في هالبطولة، وأكيد اللعيبة اللي يشاركون في هالبطولة بيكتسبون خبرة، بيكتسبون مهارة، بيحافظون على مستواهم في المنازلات، وأكيد الشيء هذا بينصب آخر شيء للمنتخب. احنا هنا كمنتخب يعني إداريين موجودين هنا في البطولة يحضرون، المهمة صارت تصل لهم، صاروا يقدرون يشوفون اللعيبة اللي يقدرون يمثلون دولة الإمارات في المحافل، سواء كان في المحافل الدولية أو حتى القارية. طبعا مختلف أعمار الفئات، الأعمار مختلف الأعمار، لأن البطولة هذه فيها 3 فئات، فيها ناشئين، فيها شباب، وفيها رجال، الشيء هذا يساعد المنتخب على أن ينتقي خيرة اللعيبة. أكيد ما أقول أنا مدربنا مش موجود لظرف ما، أنا نص الشباب يعني ما شاء الله لفريقنا يعرفون شو لازم يسوون، مجرد توجيهات، لكن ما أعتقد أني أنا بعدني جاهز أكون مدرب، لكن أتمنى أن يكون يلسين أدي الشيء اللي يناسب فريقنا. أكيد دي من أغلى البطولات علينا كلنا، بطولة رئيس الدولة ربنا يحفظه. البطولة دي مهمة لنا كلنا، فاحنا بنجهز أولادنا، وكمان السيستم الجديد سيستم قوي جدا وصعب جدا، لأن كل شغل تكنيك مدربين. النظام الجديد ده نظام قوي جدا ونظام عالي، لأن هو نظام الاتحادات العالمية كلها، نظام اتحاد الجودو، نظام معظم الاتحاد اللي هو نظام فرق، اللي ما عادش في حاجة اسمها لعيب يلعب باسمه، لا هي عبارة عن فريق، نادي الزفرة مثلا بيلاعب نادي العين، ما فيش لعيب كذا بيلاعب كذا، لا هي عبارة عن نوادي، وده شيء محترم جدا وقوي جدا. احنا الحمد لله مشاركين في كل أوزان، بس زي ما حضرتك عارف احنا نادي تأسيسي، يعني احنا بنحاول نأسس، احنا عندنا التأسيس من الصفر الحمد لله رب العالمين، فده ميزة من ميزات اللي عندنا. فاحنا الحمد لله بنحاول على الميزان اللي هو العمر الصغير، في عندنا اللي هو العمر 15 16 17 سنة، ده العمر اللي احنا مركزين فيه، بس ان شاء الله احنا بننافس في كل الموازين. تتمثل آلية مشاركة الأندية واحتساب نقاط البطولة من خلال مشاركة لاعبين اثنين من كل نادي في كل وزن وفئة ضمن البطولة،
بالإضافة للاعب احتياطي، وبالتالي يحصد اللاعبون النقاط التي تضاف إلى رصيد النادي الذي يشاركون من خلاله حتى الوصول إلى الجولة النهائية التي تحدد الفائز من كل فئة. يميز بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم أنها ستكون على 3 جولات فقط، كما أنها ستتوج 3 فائزين من فئة الناشئين الشباب والرجال، مما عزز روح المنافسة بين الأندية وأعطى فرصة أكبر لنيل اللقب، بالإضافة لفرصة اكتشاف المزيد من المواهب والمهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم وتقديم الرعاية لهم ومن ثم الارتقاء بهم إلى منصات عالمية. والله شوي مختلفة في نظام جديد، لأن شوي كانت صعبة في بين تبادل وفرق، شوي كانت صعبة. إن شاء الله بشد حيلي وبتمرن أكثر إن شاء الله وندرب، وما شاء الله الخصم ما شاء الله وايد قوي، فالحمد لله الله كتبنا الفوز لنا. والله فكرة جديدة، أسلوب جديد لبطولة كأس رئيس الدولة، مش نفس النسخ اللي تعودنا عليها اللي هي دخول كل الفرق بكل اللاعبين، أوزان معينة يعني ثلاث أوزان في كل فئة، فئة فوق 21، فئة تحت فئة 18 إلى 20 أعتقد سنة، مقسمين على الأوزان، وفي كل وزن 2 فقط لكل فريق. يعني مثلا الوزن مالي أنا تحت 85، فوق 21 أنا ومعي لاعب ثاني، فاللعب يكون أنا ألعب مرة هو يلعب مرة بالطريقة هذه وضد الفرق الأخرى. طبعا في بطولة كأس رئيس الدولة إلها مثل ما تقول إلها خصوصيتها، إلها أن تقدر تطلع أو تقدر تستكشف المواهب في البطولة هذه بالذات، اللي هو لأن الأحزمة فيها مختلطة، يعني حزام أسود يلعب مع بنفسجي يلعب مع أزرق، كلهم يلعبون مع بعض، فهني تبين عندك أنت مستويات جديدة، ممكن تختار حتى لعيبة المنتخب يتم اختيارهم عن طريق البطولات هذه. مع تقليص عدد اللاعبين لكل نادي يعني صار الموضوع على قولتهم شو أقول لك بالكواليتي، يعني أفضل لاعب في نادي الشارقة وزن 85 يلعب ضد أحسن لاعب في نادي الوحدة ونادي العين وبالطريقة هذه، فصارت المنافسة متكافئة ومتساوية 100%، ما في يعني ما يتغلب نادي على الآخر بالعددية. من بين الإضافات الجديدة لهذا الموسم كان نظام النقاط الذهبية، حيث تستخدم هذه الميزة في دور الثمانية وتسمح للاعب بالحصول عليها في المنافسة في حال حاز على الأفضلية قبل تحقيق النقاط، وينتهي النزال في حال الحصول على النقطة الذهبية. جاءت الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو برعاية العديد من الشركاء الاستراتيجيين ودعم وسائل الإعلام الذين كان لهم دور كبير في نجاح المواسم السابقة، وسيكون لهم الدور الأعظم في إتمام الموسم الجديد وتحقيق الانتصارات والإنجازات كما المواسم التي سبقتها. الحمد لله البطولة فعلا كانت قوية جدا، فيها ضغط كثير بصراحة، كان لعدد كبير من اللاعبين. نظام البطولة الجديد بصراحة نظام جديد من نوعه وفعال، طبعا يشجع أن الخصم يشجع أن النادي نفسه يغذي اللعيبة في جميع الأوزان، فعندك مثلا إذا عندك 110 مش شرط أنك أنت تجيب الذهبية، لازم تعتمد بعد على الوزنين الثانيات اللي هما 85 و69، والحمد لله توفقنا يعني الحمد لله والله كانت مباريات ممتازة الحمد لله، أعتقد كانت على التلفزيون. لعبتنا 3 فايتات، 2 سبمشن وواحد بالنقاط وفي واحد ووك، لعبت 4 طبعا بعدين لأن كنا مسجلين على كل وزن 2. الجولة الثانية أعطيتها لسعود الحمادي ما شاء الله عليه ما قصر، فاز في سيمي فاينل وخسر الفاينل من يحيى الحمادي، طبعا يحيى لاعب حزام أسود. شوف هي كلمتين بس هذه طبعا شغل كثير عليهم، عندك الكاس عندك في تقريبا 3 جولات، وعندك في بعد كاس جديد اللي هو نائب رئيس الدولة،
هذه بعد كاس ثاني. الدوري عندك دوري طويل تتكلم انت على تقريبا 12 بطولة من طول الموسم، فيباله شغل كثير. طبعا اشكر جميع القائمين على هذه الرياضة وجميع من شجعوا هذه الرياضة، من صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي العهد الى جميع الموظفين وجميع الناس اللي تحتهم من الاتحاد الإمارات الجوجيتسو، من رئيس الاتحاد ونائبه وجميع من قاموا بهذا الشيء. بصراحة عمل جميل، بطولة جديدة من نوعها، الحمد لله توفيق من رب العالمين. شوف طبعا المكان الحمد لله ما شاء الله، تشوف انت مكان الجماهير، طبعا شيء طبيعي جدا ان يوم تطبق نظام جديد يكون التطبيق صعب وياخذ وقت وهذا، بس كوننا خلصنا بدري هذا انجاز بصراحة، هذا يعتبر ان الجماعة مجهزين نفسهم لاي تاخير، فالحمد لله ما حصل اي تاخير. تصدر نادي الوحدة منافسات الجولة الأولى عن فئة الناشئين بعد أن قدم لاعبيه أداء استثنائيا خلال المنافسة، فيما حل نادي بانياس في المركز الثاني وجاء العين في المركز الثالث. كما تصدر نادي العين منافسات الجولة الأولى عن فئة الشباب، فيما حل نادي الوحدة في المركز الثاني وجاء نادي بانياس في المركز الثالث. احتل نادي الجزيرة الصدارة في منافسات الجولة الأولى عن فئة الرجال، فيما حل فريق تريبل سيفن في المركز الثاني وجاء نادي العين في المركز الثالث. ظهر جميع اللاعبين المشاركين بمستوى متميز لتكن بداية قوية لهذا الموسم، كما يعد تنظيم هذه البطولة لموسم جديد ومواصلتها لحظ النجاحات في كل موسم يعد تفوق للاتحاد الإماراتي للعبة مع العمل على زيادة رقعة المنافسة، ذلك يحقق رؤية الاتحاد وجهوده الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني رياضة الجوجيتسو لتصبح أسلوب حياة بين مختلف الأجيال، مما ينعكس بالتالي على مكانة الإمارات كعاصمة لهذه الرياضة العالمية المرموقة. اللهم لك الحمد، اليوم حرصت ميدالية المركز الثاني أنا وفريقي، والصراحة حتى لو خسرنا ولا فزنا أهم شيء سوينا أحسن ما عدنا، وإن شاء الله المرات الجاية بنحصل المركز الأول، والله يوفق الجميع إن شاء الله. الحمد لله كانت يعني بطولة زينة، والنظام الجديد صار أحسن شوي، يعني النظام الجديد يعني شجعنا يحفزنا وايد، لأن نحن نلعب كفريق مش كفرد واحد، والحمد لله حصلنا المركز الثاني وأنا وفريقي، وإن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله كأس الدولة الجولة الثانية بنحصل المركز الأول إن شاء الله. أهدي الميدالية حق أمي. الحمد لله رب العالمين. أول شيء أشكر القائمين على الاتحاد مجهودات هذه الطيبة، الحمد لله رب العالمين. العين سابقا بطل الكاس لسنتين متتاليتين، والسنة هذه إن شاء الله نحن نحاول أن نحتفظ بالكاس ونكون المرة الثالثة إن شاء الله على التوالي، ولكن النظام الجديد يعني في صعوبة ومنافسة تنافسية أكبر، لأن الأوزان انحصرت، الفئات انحصرت، استبعدا فريق البنات استبعد فقط فريق الرجال، بس نحن إن شاء الله على تم الاستعداد إن شاء الله. والله السنة المنافسة أصعب جدا، لأن في ظروف في الفرق يعني نفسها، نحن نتكلم عن فريق نادي العين، يعني الفئات أو الأوزان المختارة قل ما تجد من اللاعبين الكواليتي، تقارب كبير بالمستويات بين الأندية، ولكن نحن إن شاء الله بنحاول إن شاء الله نحاول أن نحن نحافظ على
توقعنا، مستويات صعبة والشباب صراحة ما قصروا والحمد لله، والنتائج بعد نفس ما توقعنا ان نتائج طيبة، وان شاء الله نظل على نفس المستوى ونفس الرتم وبإذن الله للجولة الأخيرة يعني وناخذ الكاس إن شاء الله. العين تصدر البطولة السنة اللي فاتت واللي قبلها، والسنة هذه إن شاء الله الثالثة ثابتة، يقول لك الثالثة ما بتضيع، وإن شاء الله بننافس على كاس نائب رئيس الدولة بعد، وإن شاء الله الميدالية هذه للوالدة، الوالدة والكابتن هم اللي أجبروني ألعب. كان صراحة بطولة مرة تعب، بس الواحد لما يكون يبي يصير بطل لازم يتعب شوية على الأقل، ولازم يبذل مجهود ما ادري كيف، وكان بطولة حماس وكنت متحمس عليه من قبل يوم يومين، وكان اداء جميل صراحه والله. اول فايتين فزت زين، وبعدها على طول خسرت، فمشينا على نظام النادي كل واحد جاب الثاني، وهذا كله بفضل الله. اللي همنا اول شيء ان نكون دوم الاول، حاب نعطي لصاحب سمو الشيخ رئيس الدوله اكرمه وحب راسه، وحاب اعطيه لاهلي ووالد. طبعا هذا يمكن الناس ما اعتادوا على هذا مثلا الرتم من البطولة، أن كيف نفس الألعاب الأولمبية، لكن يحاولون يعودون على الألعاب الأولمبية، نظام حلو جديد، لازم تمكن عندك روح تعاون مع الفريق عشان تجيب المركز الأول أنت والفريق. طموحاتنا هالسنة أن نجيب ونكتسح جميع الكؤوس واليعني والدوري في هذا العام. طبعا هديئة لسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه، بمناسبة ان هذه الجولة وكل الجولات ان هذا يعني فيها خبصة، بس الحمد لله اعتدلت واستوى اللي استوى حصل وطلعنا مركز الأول الحمد لله. لعبت 4 فايتات، ثلاث فايتات فزت وفايت خسرت، للنادي وللمدرب واللي دربني ولأهلي وفخر للجميع. لا بالعكس استفيد وايد، لأن أنت هني عندك إكسبوجر تلعب يا ناس أحزمتهم أعلى عنك، في مرات مثلا تلعب وزن مش وزنك، فهالشيء بالعكس يزيد مثلا يطورك في اللعبة، وشيء يساعدك انك مثلا سبحان الله مثلا اليوم غلبت واحد مثلا ما توقعت اني اغلبه، بس مثل ما قلت ولا شيء مستحيل بالتمرين وكل شيء يتحقق. والله استعدت بشكل عام يعني مع ربعي في الفريق، ما في شيء يتغير، كل يوم عند درب يعني مو بشرط نحن نتبع مثلا فورمات ولا طريقة، بالعكس كل يوم نتدرب نفس كل يوم يعني تدريب يومي، بالعكس هالشيء وايد وايد زين يعني يهيئك للبطولات الكبيرة مثلا الأولمبيات، ومش يعني شيء وايد زين يعني مثلا يخلون هالبطولة 3 مرات في السنة، بالعكس يجهز اللعيبة انه يلعبون مثلا على كيف اقول لك يعني على الأوزان المفتوحة والبطولات الكبيرة.
الآن عن البساط، نزال أيضا بين نادي الجزيرة ونادي العين. سالم السويدي لاعب نادي العين أمام لاعب نادي الجزيرة. هاي محاولة من العمري، نعم في محاولة للسويب على سالم، لكن تفادى سالم حتى الآن نتيجة سلبية في وزن تحت 85 كيلوغرام، الوزن التالي بعد 69 من بعد هذا الوزن وزن 110 كيلوغرام. سالم لتخطي الجارد محمد العمري، يحاول أن يحصل على سويب، نعم سويب جميل من محمد، ينهض محمد لكن يتفاداها سالم. ما زالت محاولة قائمة لكن ينتهي أو يوقف الحكم النزال. أفضلية نعم للاعب نادي الجزيرة. الآن ينهض خطيرة جدا من محمد العمري، أفضلية أخرى لمحمد. الآن سيحاول سالم أن ينهي النزال بإخضاع اللاعب محمد، وفي نفس الوقت محمد سيحاول أن يتخطى جارد سالم، وهذا الآن سالم يبادر ويهاجم، ومحمد يحاول أن يحافظ على هذه النتيجة الضعيفة جدا، درجتين أفضلية فقط، وفي نفس الوقت سينتظر الفرصة المناسبة لتخطى الجارد. لاحظ الحركة كيف متشابكة لسالم السويدي. يسعى سالم لإخضاع اللاعب من خلال الضغط على كاحل محمد. خمسة وخمسين ثانية يا سالم، 55 أو 50 ثانية على نهاية هذا النزال، ومحمد ينظر إلى لوحة النتائج ويعي أنه متقدم بدرجتين أفضلية. سالم عليه أن ينتفض ويعدل من النتيجة في 40 ثانية الأخيرة. تمنى من المدرب أن يعطيه التوجيه، وفي نفس الوقت محمد يحافظ على هذه النتيجة. طبعا ستايل سالم نفس ستايل أرجس والمدرب روبولو بهاو.
17 ثانية في محاولة استسلام خطيرة جدا من محمد على سالم السويدي، خطيرة جدا لمحمد، ما زالت المحاولة قائمة. نعم ينهيها بالاستسلام، مفاجأة صراحة، لاعب صاحب الحزام الأزرق يتغلب على لاعب حزام البني مسالم السويدي. هارد لك لسالم ومبروك للاعب نادي الجزيرة. الآن الفريقان يتعادلان، نادي العين في النزال الأول تغلب على لاعب نادي الجزيرة بالاستسلام، والآن نادي الجزيرة يعادل النتيجة. النزال الأخير سيحدد الفائز من الفريقين في وزن تحت 110 كيلوغرام. Впервые на подобных соревнованиях в России. Две недели назад я был на заключительных соревнованиях года в Абу-Даби. Здесь уровень организации ничем не хуже. Соревнования проводятся четко, грамотно, со знанием дела. Настрой хороший. Выйдем, поборемся, посопротивляемся, посоперничаем с парнями. Всем удачи, парни, занимайтесь спортом.